المايك يعني مختلف لما المذيع بيقف على المنصة والجمهور بيسمع لحد غير يعني المحركين غير المكرمين. انت بالنسبة لك لما كنت بتقف على الستيج وتكرم الناس كان في شعور كده مختلف يعني؟ لا خالص، هو انا ما كنتش مقدم مهرجان بالشكل التقليدي اللي هو بطلع اقدم وكده، لا بالعكس، انا كنت بطلع اهزر مع اصحابي واطلع اقعد اقول نكت واقول افات واقول مواقف قديمه حصلت تضحك وكده ما بيني. انا كان 90% من المقربين اصدقائي، حتى استاذ محمد صبحي انا اشتغلت معاه في يوميات ونيس، كنت عامل طفل من اطفال الملجا في الجزء الخامس، فلما جيت اقدمه قدمته بالشكل التالي: ابنائي احبائي فلذات اجبادي طابور اسره ونيس اجمع محمد صبحي تعالى كده بالظبط، اللي هو بشكل مرح بهزار، ما كانش اللي هو التقديم التقليدي اللي احنا درسناه، لا كنت بطلع عادي اهزر مع الناس يعني. السوشيال ميديا بينك وبينها مشاكل كده؟ لا خالص، انا ما فيش ما بيني وما بين السوشيال ميديا اي مشاكل، هو كل الموضوع ان انا واحد بقول رايي، الناس بتعجب برايي دوت بتاخده تنشره بس. كان انت متضايق انت الصحافه اللي نشرت الموضوع ده وانت التعليق اللي انت عملته على الصوره اللي نزلت؟ لا خالص، ما كنتش نزلت الصوره اصلا. هو على ايه؟ ظهر رامي وكان في صوره كانت نازله علا رامي. لا اتس اوكي، ما فيش مشكله. لا هو كان في الشيخ محمد حسين يعقوب ومحمد حسان واحمد حسين يعقوب، كانوا في شهاده اليوم في المحكمه، فانا دخلت علقت وعقبت على الشهاده اللي هم شهدوها ديت، فتلمذتهم هجموني، فمن ضمن هجومهم ليا ان هم شيروا عندي الصوره بتاعت والدتي من فيلم حنفي الأبهة، فاللي هو انا كان رد فعلي ايه علاقه ده بالموضوع؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، دي حاجه بقى لها 31 سنه، ده انا كنت طفل ساعتها، اللي هو الموضوع خلاص بقى يعني عدى، انا شفت الفيلم ده 70 مره، عمر ما ضايقني يعني. فبمنتهى البساطه رحت حاطط الصوره وقلت يا جماعه الصوره دي ما تضايقني، علشان اقول لهم اشتروا دماغكم الحاجه دي مش هتضايقني ولا هتكسرني. عشان انت اجراء قانوني ضدهم مثلا او ايه؟ لا ما هو انت هتاخد اجراء قانوني ضد واحد غبي ليه؟ ما هو انا اطلب معاقبتك لو انت فاهم انت بتعمل ايه؟ معلش يعني، اول حاجه انت افصحت عن هويه الشيخ بتاعك كونك تدافع عنه بالاسلوب القذر ده. فيبقى اذا دي تعليمات الشيخ ده ليك انك تبقى انسان قذر، يبقى انا صح. ده يكفيني فخرا ان انا حسيت ان انا صح، لان شفت هم عاملين ازاي تلامذته بس. مؤخرا بقى نشوف ايه جديد ليك الفتره الجايه؟ انا حاليا بصور فيلم برايت رايا وسكينه، وبحضر لمسرحيه يا دعوه ما تمت على اوبرا ملك، ومنتظر نزول فيلم ويزو سكول وفيلم عيد جواز. شكرا جدا. العفو يا حبيبي.